فترة القضيناها في المحتقل كانت فترة غاية في السوق. المحتقل عبارة عن انتهاك لحقوق الإنسان، كان في عدد من النساء السياسيات، نساء بينتموا لأحزاب سياسية، نساء ناشطات سياسيات، نساء عاديات، حتى طالبات جامعيات وخريجات، شابات خريجات جدد، كل النساء في زنزانة واحدة، هم ما بنخرج في وقت واحد. كل امرأة كان عندها قصة من المعاناة داخل الزنزانة، الزنازين ذاتها سيئة جدا، التهوية سيئة جدا، نوع الطعام سيء جدا اللي بيقدم لنا. احنا في زنزانة كنا فيها، وجدنا عقرب مرتين، في المرة الثانية رفضنا نرجع الزنزانة لأن الحاجة بقت خطر عندنا، زميلاتنا بيرقدوا في الأرض كانوا. كل المحتقلات كانوا يعني إرادتهم قوية جدا، وكانوا صلبات وصامدات، وبالعكس يعني ما زادهم الاحتقال إلا قوة والتزام أكثر بقضية المجتمع وبقضية التغيير. حتى في محتقلة هي ما عندها حزب سياسي، خرجت في المظاهرة ضد الغلاء فقط. تجربة المحتقل زادتهم قوة وزادتهم وعي سياسي، وحتى يعني وعي نسوي ووعي اجتماعي، لأنه داخل المحتقل كان في كثير من النقاش في كل القضايا السياسية، القضايا الاجتماعية، القضايا النسوية. فكانت دي يعني يمكن من أكثر الإيجابيات اللي حصلت للنساء في داخل المحتقل. ينتهك أو يمس الأمن القومي، بالعكس إحنا عبرنا عن حقنا وعبرنا عن ضرورة إنه يعني إيقاف الغلاء الفاحش والغلاء بسبب الفساد. يعني إحنا بندفع ضريبة الفساد الحكومي وضريبة السياسات الخاطئة، سياسات الاقتصادية والإدارة الفاشلة للدولة السودانية.